السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو جيت نخبركم باخر البلاغات اللي صدرتها وزاره التربيه الوطنيه بالخصوص ديال الامتحان الجهوي. كيف شفنا ان مجموعه تاع البلاغات يعني كانت مؤخرا، من بينها البلاغ اللي تم فيه تاجيل ديال الامتحان الجهوي، واللي حتى واحد ما كان عاجبه هذا التاجيل هذا. لكن الحمد لله في هذا البلاغ هذا تم تحديد تاريخ ديال الامتحان الجهوي من بعد ما دار الوزير سعيد مزازي وزير التربيه الوطنيه الاجتماع مع دوك الهيئات ديال جمعيات اباء واولياء التلاميذ. وهذا الاجتماع هذا خلص المجموعه من النقاط، اهمها انه غادي يتم الدخول المدرسي نهار 17 تنبير، وغيكون الانطلاق ديال الدراسه بشكل حضوري وليني اومامطو بشكل تدريجي، يعني على حساب داكشي اللي دارت الوزاره باش ما يكونش واحد يعني واحد العدد كبير ديال التلاميذ في القسم. وفي حاله كان عدد كبير ديال التلاميذ في القسم غادي يتم اللجوء الى الطريقه ديال التفويج باش ما يوقعش مشاكل ديال انتشار الفيروس، ونحقوا الشروط ديال السلامه والوقايه من الفيروس ديال كورونا، يعني التباعد وبزاف ديال الحوايج. واهم حاجه التعقيم بطبيعه الحال، البروتوكول ديال التعقيم هذاك ما نبقاوش ندويو عليه، يعني واخا غنبداو الدراسه ان شاء الله بشكل حضوري، يعني خصوصا بالنسبه للمناطق اللي ما عندهاش عدد كبير ديال الاصابات غادي يكون تقريبا على حسب ما قال الوزير يقدر يكون حضوري 100%، ولكن البلايص اللي فيهم الوباء يعني احتماليه قليل انه غادي يكون حضوري. من بعد ما ناقشوا النقطه ديال كيفاش غادي يكون الدخول المدرسي، واش حضوري واش عن بعد كيف شرحت لكم دابا، مشاو ناقشوا اهم نقطه اللي هي التاريخ ديال الامتحان الجهوي. وتم التحديد ديالو نهار 1 و 2 و 3 اكتوبر 2020، يعني 1 و 2 و 3 في شهر 10 غدوزوا ان شاء الله الامتحان الجهوي، شريطه تحسن الوضعيه الوبائيه ببلادنا. يعني هاد لاطات ماشي دات فيكس، يعني ماشي غادي تدوزوا الامتحان الجهوي وغادي يوقع بزاف تاع الروينه في المغرب، لا، يعني الا بقات الوضعيه الوبائيه بحال هكا ولا غدا وكتنقص، يعني ماشي غدا وكتزاد يلقاو 4000 5000 في النهار ديال الناس اللي مراد، راه ما يمكنش غادي يبقى تاريخ تاع الامتحان الجهوي في نفس هاد الشيء هذا اللي قالوا لنا في هاد البلاغ الاخباري. وكنتمنوا حنا يكون خير ان شاء الله، وحنا دائما متفائلين. المهم لي سوسيال ان الامتحان الجهوي غيكون نهار 1 و 2 و 3 2010، يعني الناس اللي باقا كتراجع تمشي تكمل مراجعه، والناس اللي راجعات تعاود تخدم حوايج جداد، يعني تخدم امتحانات جهويه تطلع من النيفو طلاه ما يدار. لي سوسيال انكم تراجعوا باش تجيو معدل اللي هو مزيان، وكل واحد غادي يركز على الغمو اللي بطبيعه الحال غادي يعزلها، حيت كيف قلنا انه غادي يكون ثلاثه ديال الاختيارات، الى غمو عجباتك هز وخدم لك كامل الاختيار. من غدوزوا الامتحان الجهوي ان شاء الله غتبداو في الدروس ديال ثانية بكالوريا نهار 5، يعني المده اللي قبل اللي هي شهر 9 غادي تتم مراجعه ديال الدروس مع الاساتذه ديالكم. من بعد عاده غادي تبداو ان شاء الله من ورا ما غدوزوا الامتحان الجهوي غادي تبداو في الدروس تاع الثانية بكالوريا، الدروس الرسميه. المهم نتمنى انني يكون فدتكم، ما بغيتش نبقى نقرا لكم البلاغ الاخباري كامل، فقط قلت لكم النقاط المهمه اللي كتهمكم، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.